أعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. النهاردة من محافظة أسيوط وقصة جديدة يعني لأحد الشباب من يعني ذوي الهمم، نادي حنفي. نادي حنفي ابن مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، هو واحد من الشباب يعني أصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم، إعاقته إعاقة بصرية، يعني أجرى عدة عمليات في القرنية، لكن هذه الإعاقة لم تقف عائقا أمام نادي في تحقيق يعني حلمه أو حتى ممارسة هواياته وحبه للاختراع والابتكار. نادي يعني أنهى دراسته في دبلوم ثانوي صناعي، لكن من حبه لمهنته أو حبه لموهبته قدر يعني يقدم لنا عدد من الابتكارات. آخر هذه الابتكارات الخزنة اللي هي صاحبة المجسم اللي قدام حضراتكم في هذا البث، هذه الخزنة الذكية تستطيع أن تتصل بصاحبها في حالة السرقة. كل هذه المعلومات هنحاول نعرفها من خلال المبتكر أو المخترع أو عبقرينه كما يعني يحب أن يطلقوا عليه أو كما يطلقوا عليه بين أقرانه. نادي هيعرفنا إيه حكاية الخزنة دي وهل موجود زيها ولا لا، وفي نفس التوقيت هو إزاي قدر يوصل لها وفي كام سنة قدر يصل لهذا الاختراع. مؤخرا تم تكريمه من عدد من الأماكن والمؤسسات الموجودة في محافظة أسيوط، هنعرف أيضا من خلاله إزاي تم تكريمه. نادي برحب بيك على شاشة اليوم السابع وعايزين تحكي لنا حكايتك من البداية. اتفضل يا نادي. أهلا بكم. الخزنة دي في حالة وجود أي ما فيش وقت عمل في الشركة، أو أنت مش موجود في البيت، أو ما فيش وقت في البنك، مجرد إن في حد دخل من 10 ثواني بتبلغ على صاحب الخزنة. يعني إيه؟ يعني في حالة إن أي حد يلمس الخزنة لا، قبل ما توصله عن 3 متر. عن 3 متر. اه، ايه اللي بيحصل؟ بتعمل صوت كده، ادينا احنا شغالين مع بعض اهو، كده بتدي صوت ان في شخص حواليه. حوالين الخزنة. اه تمام. طب اديني تليفونك كده دلوقتي وانا هساعدك. تمام، اتفضل. في حالة إن هي وجودها مثلا مفيش وقت عمل في الشركة، كده كده بتدي إشارة إن في شخص حواليها، كل 10 ثواني بتبلغ هي، يعني مجرد 10 ثواني تاني بتبلغ هي ده هي. عشان في جسم حواليها حالات، في ناس حواليها. في حالة إن وجود قطع النور، مفيش يعني قطع النور أو فصل الكاميرات، هي بتشتغل البطارية، فيها بطارية تقعد 12 ساعة. 12 ساعة. تقعد 12 ساعة. وممكن بتبلغ، وكمان فيها نظام شريحة ان هي بتبلغ ترن عليك، وممكن تطور من 12 ساعة يبقى على مدار يعني اكتر من كده اكتر، على حسب بكتير عدد تطوير ساعات العمل المتروك. اه، على حسب تطويرها، بس انا على قد امكانياتي اللي معايا انا. تمام، كمل. وكمان فيها كمان خاصيتين، ان انا مثلا هي في بنك او شركة، مجرد ان شخص فتحي اديني صورته على طول، تديك يعني انت بمجرد ما يتم فتح الخزنة دي تظهر صورتي عندي، تصور الشخص اللي حاول يسرق. اه تمام، دي الصورة، صوت وصورة. انت قلت لي كمان انت بترن على صاحبها. اه، ترن عليه. ترن عليه وتبعت له الصورة ولا بترن عليه فقط؟ لا، بترن عليه فقط. اه، ده في حالة ان انت مثلا في بيت، لكن لو في بنك انت ممكن تعملها السيستم بتاع الكاميرات دي برضه. السيستم الكاميرات دي مثلا لو في مثلا انا عايز نحط المبلغ ده جواها مثلا، وعايز نتاكد من الموظف ده حط المبلغ ده شخصيا بنفسه ولا لا، مجرد ان هو يفتحي تظهر صورتي. طيب وريني كده بس الحاجات، المكونات اللي منها، انت ممكن تشرح لنا، انت قلت ممكن نشرح التفاصيل الصغيره اللي موجوده فيها. ده نظام حساس حركي يشعر تحت الحمراء. تحت ده. اه، يشعر تحت الحمراء، يعني مجرد ان هو يشوف بني ادم يشعر الحراره بتاعت جسمه. تمام. وده الشريحة بتاعت الموبايل دي، شريحة اسمها شريحة سي ام دي، شريحة نظام مصممها دائرة الكترونية زي حكاية فكرة التليفون، بس هي مش تليفون. كويس. ده السيستم اتحط لها على كمبيوتر في البرمجة بتاعته. وكمان ان انت تقدر تحدد هل الخزنة دي بتديك رسالة او بتديك رنة، على حسب ما انت ايه تصممها. تمام. وتعمل لها خاصيه، مثلا الخط ده اللي تحط الخاصيه دي، خاصيه دي ان ما فيش حد يرن عليك غير الخط ده. كويس خالص. يعني انت النهارده اي حد جسمه قريب
حوالين الخزنه بيدي الصوت اللي احنا سمعناه كل 10 ثواني. كل 10 ثواني. الامر الثاني اني انك ممكن الخزنه في حاله فتحها بتصور الشخص اللي بيحاول ده لو كمان فتحها لو فتحها يتعامل معاها بترن على الشخص صاحب الخزنه. ايوه تمام. انت بتوصلها مثلا باي رقم موبايل او اي حاجه وفي الحاله دي بترن على صاحبها. بترن على صاحب ال عن طريق رقم الموبايل. طيب حاجه ثانيه كنت عايز اسالك عليها، انت الفكره دي جات لك منين او اشتغلت عليها ازاي، وهل موجود شبهها ولا يعني ما فيش حد يعني؟ لا هو حاليا ما فيش غير الخزن اللي هي في السوق، غير اللي في السوق. الفيسبوك هي نظام رقم ارقام سريه بس. تمام. لكن ما فيهاش جهاز انذارات ولا اي حاجه. حتى قد ايه نادي عشان توصل للابتكار؟ انا الفكره دي جت لي مجرد ان انا مثلا اتفرجت على برنامج كان على الهواء في تحقيق سرقة البنوك والكلام ده، حبيت ان انا اصمم فكر الخزنه دي عشان تمنع السرقه والكلام ده. كويس. انت ايه تاني مكوناتها يعني انت جوه الباب الصغير انت كنت بتفتحه لنا ده قبل التصوير ده فيه؟ ده نظام الحساسات بتاعته، يعني ايه زي مفتاح مثلا المفتاح الخاصيه، خاصيه ان انا ارن ترن عليا، خاصيه ان انا عايز صفاره بس. وفيها تطوير كمان تاني ان هي لها ارقام سريه. بس انا عامل الفكره دي ان انا مفيش حد يقدر يلعب في البرمجه بتاعت الخزنه نفسها. يعني السيستم ده ما يخليش حد يعرف يلعب في البرمجه خالص بتاعت الخزنه، ما يعرفش مكانه من اصلا. تمام. هل حاولت انك تعرض الفكره دي على حد، شركه تحاول تسجلها براءه اختراع، تحاول علشان بس ما حدش ياخد الفكره بتاعتك في حاله ما انت بتقول كمان الفكره دي مش موجوده، هل انت عملت كده؟ انا حاولت ان انا اسدل برضه بس، لكن ما اقول لك بعد 24 شهر، بعد سنه، بعد سنتين. لكن انا ما متقنعش بالكلام ده، ان ممكن هي نسدل البراءه وتسرق مني. كويس. طيب انت قلت لي كمان مش الخزنه بس، انت اشتغلت قبل كده على حاجات ثانيه. اشتغلت. يعني احنا خلينا بس نرجع لحاجات انت بتحاول تطورها دلوقتي، وبنرجع يعني هنحاول نرجع للخزنه ثاني مؤخرا في نهايه اللقاء. ايه الحاجات التانية؟ انا شايف جنبك برضه نظارة، انت قلت لي النظارة دي يعني اعتقد دي هتبقى يعني صيحة لو في حالة ان انت بتقوله ده الكلام يطلع حقيقي او تعرف تنفذه بالفعل. النظارة دي انت عايز تعمل منها ايه؟ ده نظارة نظام فيها كاميرا اهي، نظام كاميرا. نظام كاميرا دي، الكاميرا دي نظام، هي الكاميرا دي بتصور. لكن احنا عاملينها برمجة ان هي الصورة تحولها كلام. حولها كلام. يعني لما البس النظاره اقرا بيانات. انا لابس النظاره كده مثلا، ومثلا شايف مثلا حاجه، مثلا حطيت ايدي تقول لك يد، دايب مثلا كلام تقرا الكلام. انا مثلا وفي تطوير اكتر منها تاني، يعني انا مثلا داخل في مكان مثلا ما ولفتش على البرمجه بتاعتها. وانا تهت مجرد ان انا ادوس على الزرار كده اترن على اقرب واحد ليا. واحد. انا مسجل مثلا اخويا، ابويا، اي شخص يكون مقرب لي. تمام. قلت لي النظاره دي لسه محتاج شغل ومحتاج ان حد يتبناها في الفكره دي. عايز مبلغ عشان تصمم الحاجه. لكن انت مكونات النظاره والقطع اللي انت محتاجها في حاله توفرها تعرف تنفذها. دي بتخدم مين يعني؟ تخدم الكفيف اللي هو ما بيشوفش خالص. يعني هي النضاره دي توفر علينا في شخص ما يمشيش شخص معاه، يعني هو هتسمعه، كفيف هتسمعه. نظام سماعات ودان. هتنطق يعني. وفي كمان تطوير فيها اكتر، ان مثلا انا شفت مثلا واحد صاحبي مثلا قال لك انا اسمك فلان الفلاني، خلاص هي قال انه اسمه فلان. خلاص هي سدرت ان اسميه فلان الفلاني، لو شافها تاني بعد شهر او بعد سنه تقول فلان قدامك على 3 متر او 2 متر. يعني كمان هو جاي من على بعد. هتنبهك ان ده جاي. طب ده كويس. طيب قول لي انت بتقدر بتشتغل كم ساعه يعني في اليوم علشان تعرف يعني بتقعد مع نفسك قد ايه؟ هل عندك غرفه خاصه بك انت بتشتغل فيها؟ اشرح لي يعني يومك عشان انت مركز. وبعد كده اعتقد يمكن دي ثالث حاجه او رابع حاجه، انت قلت لي كمان قبل كده ليك حاجه كانت بتساعد على تقويم العظام لدى اطباء العظام كده، وحد من الاطباء نفذه صح؟ ومعاه دكتور حاليا هو عامله في 2016. ان هو خليت 4 اجهزه في جهاز واحد. يعني الجهاز ده يعني خليه شامل 4 اجهزه، بدل ما هو يشتري اجهزه بمبالغ ايام خليته في جهاز واحد. يعني انت من خلال جهاز واحد قدر يخدم على كذا فكره في جسم الانسان. او يعني في العظام انت قلت لي بتعالج تقوس العظام. التقوس في المشكله في القدم، الرجلين، قدم، حوض القدم. في مشكله انت مثلا في الركبه، في نظام في العمليات مثلا
وعايز مثلا الركبه دي تثبت في مكان معين ما تروح يمين ولا شمال تتحزمه بالجهاز ده. نادي انت اتكرمت من عدد من المؤسسات، انت عرضت في كده ازاي؟ وصلت للناس ازاي؟ وصلت للمؤسسات ازاي؟ دخلت مسابقات، يعني كل ما نشوف مثلا مسابقه وزاره التربيه والتعليم، وزاره الثقافه، يعني متواصل مع الناس دي. بس اهم اكتر حاجه يعني الناس مستهمة بيها اكتر الاستاذ ضياء مكاوي مدير فرع قص الثقافه، يعني هو اللي اتمناني وخلاني يخدمني اكتر. ان حتى لقيت يعني يوم السبت اللي فات اتكرمت من الوزيره نفسها، وزاره الثقافه وكمان في شهر 3 اتكرمت من وكيل وزاره التربيه والتعليم في سيوط. طيب نادي حلمك، يعني لو احنا عايزين نشوف حلمك، يعني امسك بس المايك لو احنا عشان نحرك بس شويه. انت حلمك ايه دلوقتي؟ حلمك يعني انت تعرف حاجتك وتعرف هي كده شغاله خالص شغاله ولا لا؟ انا فاصلها. طيب انا برضه عايزينها مع تجربه تاني كده احنا عشان نوصل. بعد قد ايه تاني ممكن تدينا الصفاره دي؟ بعد 10 ثواني من دلوقتي واحنا شغالين. واحنا كده في محيطها. هتعرف تدينا برضه الصوبه تاني؟ هي انت حته موجود قدامها هي تبلغ. يعني انا عشان كده ابتديت كمان المس الخزنه او اقرب منها او محطها، يعني كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي يعني بصراحه حتى تعليقات الناس يا نادي بيقول بالفعل ان افصلها خلاص افصلها، ان الناس اللي هو امثال حضرتك هي اللي بتستحق التكريم وبتستحق ان يعني انك تتشاف وانك بالفعل تظهر وبالفعل الشباب اللي حاليا بيثبتوا ان بالفعل ما زال في خير في شبابنا وفي ان شاء الله امل، وخاصه يعني اصحاب الهمم او ذوي القدرات الخاصه زي ما احنا بنحب ان احنا نطلق عليهم. انت النهارده تشغل نادي خلاص، هتكمل ان شاء الله كمان على مشروع النضاره ده وتحاول تطور منه وتناشد الناس انها تقف معاك. انا حاليا شغال في تطوير مشروعين، المشروع اللي هو الدراجه الناريه بتاع المستهلك بتشتغل في الدراجه الناريه. مالها بقى الدراجه الناريه؟ هو الموتوسيكل، مالها بقى الدراجه الناريه؟ الدراجه الناريه مجرد ان مثلا نسيت المفتاح بتاعي او وجع مني، مجرد تشغله بالتليفون. بتليفونك الشخصي؟ بالموبايل. يعني انت لو انا نسيت المفتاح بتاع الدراجه الناريه للموتوسيكل، انت ممكن اعمل له سيستم بالتليفون، يشتغل عن طريق التليفون. التليفون بليتوز مجانا. بليتوز. زي زي فكره ان انا رابط البليتوز على سماعات البليتوز، لكن احنا الصدع حولناه ان يتحكم في البرمجه بتاعه الدراجه الناريه. مكلف الجهاز ده؟ مكلف. انت قلت لي كمان انك نفذته على الموتوسيكل بتاعك. تمام، ده مكلف؟ هو حوالي على حسب امكانياته، ان انا عامل فيه امكانيات اكتر. على مستوى ان انا مجرد ان حد يلمسي اديني رساله على التليفون، يلمس الموتوسيكل او وممكن حاليا يحمل من السرقة. انا السرق مني ممكن نبلغ الشرطه تديبه لي، حدد الدي بي اس بتاعي، الجي بي اس اللي موجود في الموتوسيكل. ده مكلف برضه؟ ارجع اقول دي تكلفته عاليه. تكلفته عاليه، يعني مثلا توصل لكام؟ ممكن توصل ل 4000 جنيه بس. اعتقد ان بس على تحمي مبلغ كبير زي الموتوسيكل مثلا ده. وكمان تاني ان احنا ان مثلا لو يخدم برضك الحكومه، مثلا لو انا عامل مخالفه او خبطت واحد، مجرد الالواح الارقام الالواح بتاعته يضرب على الكمبيوتر هو يعرف وين. تمام، يعرف فين. يعني ده احنا طبعا يعني انا مش لاقي كلام غير ان انا اشكرك، اتمنى لك التوفيق، اتمنى لك انك تكمل في الطريق ده لحد ما نسمع ان شاء الله عنك كحد اتفق لنا يعني حاجه مهمه جدا باذن الله سبحانه وتعالى. الله يخليك. وانا اعتقد حتى الحاجات اللي انت بادئ فيها حاجات مهمه تخدم المجتمع، سواء الخزنه سواء النظاره اللي انت بتحاول تخدم بيها يعني يعني الناس اللي هو اصحاب الاعاقه البصريه او المكفوفين. اضف لذلك كمان الموتوسيكل، وده بيهم قطاع كبير جدا من الناس، والسرقات في طبعا سرقات متعدده. انا هاخد منك بس المايك. يعني اعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، ده كان لقانا مع نادي، يعني واحد من الشباب المحترم المبتكر العظيم اللي بيحاول يعني يقدم صورة جيدة ونمط جيد للشباب المصري، يعني دعوة لتكفل هذا الشاب ودعوة لكل المؤسسات يعني النظر إلى الاختراعات وإلى الابتكارات اللي بيقدمها. أعتقد هي ابتكارات مفيدة زي ما شرحها وقدم للناس وازاي ممكن يخدم المجتمع من خلال ابتكاراته. لم يستسلم نادي لإعاقته
البصريه، ولكن يعني كانت بالنسبه له دافع قدر من خلاله ان يصل الى ان شاء الله سبحانه وتعالى عدد كبير من حضراتكم بتشوفوه الان هو على بث مباشر بيشرح اختراعاته، وهي الان مجسمات. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان بكره بعده تكون في الواقع وفي البنوك وفي كل مكان ويحقق ما يتمنى. احنا بنشكرك يا نادي وبنتمنى لك دوام التوفيق. كان معكم من محافظة اسيوط هيثم البدري، مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة اسيوط، خالص تحيات لحضراتكم.